말라 파카릿 긴다 누워릿 카르콜마라 صباح الخير رولا كيفك اليوم؟ منيحة انت تمام دايما في ورود ودايما في اخبار دايما في قصص مندومة بنعملها على الاستوديو بالاستوديو اليوم في عنا نصايح بدك تعطيها مثل ما شفت يعني ببلش الالوان الفرحة الوان العيد يعني هي دايما بتكون احمر ذهبي الاشياء يلي بتلمع يلي بتبرق يلي عادة ما بنشوفها مع نزول الا بهالفترة هيدي من السنة بس مثل ما قلتي قبل ما نبلش نشوف ارانجمونات للعيد رح اليوم اعطيك ثلاث نصايح بتهم كل الاشخاص يلي بعدهم عم يزرعوا بعدهم عم بحضروا بهالوقت من السنه او حتى عم بيشتروا الفطور بهالوقت وبقول لهم انه اول شغله ننتبه لها وقت نشتري شتله خاصه شتله العيد هلا البونسيتيا او الاتوال دو نويل كثير هي بتجي مغلفه بنايلون لحتى ما كثير يصير في هواء عليها او لحتى وقتها بتكون من محل لمحل تضلها منيحة وهون الصنوبريات منها ساتان دو نويل يلي كمان في كتار من الأشخاص بيشتروها طبيعية اللي كمان مهم كتير نشتري شكلين انه بعدين ترجع تعطي ورق وتعبي مثل ما انا بدي من الاساس نشتريها حلوة نوفر على حالنا بعدين عناء وشكل منه كتير حلو كل ما تكبر كل ما تبين العيوب تبولها أكثر وآخر نصيحة بعطيها لليوم كل الأشخاص يلي كمان ببلش يحضروا بساتينهم مش جنيناتهم بقول البستان يعني يلي بيعطي أشجار مثمرة وقتا نشتري أشجار مثمرة بهالوقت ثلاث نصايح بعطيهم لهالموسم هيدا حلوين خفاف وزراف صح وبيفيدوا إن شاء الله الأشخاص يلي مثل ما قلت هلا بعدهم نشيطين وعم يزرعوا وعم بيهتموا بجنيناتهم أو حتى شطونهم اليوم رح نشتغل أرانجمون سوا لولا والأرانجمون اليوم أكيد اخترته إنه يكون أحمر ما قدرت إلا إنه يكون لونه هو خلص الأحمر دغري متطبع إنه لون العيد صحيح ودايما بقول إنه اللي بيميز أي أرانجمون عن الثاني بمواسم معينة هي الأكسسوار يعني الشيء اللي بيفرق بين أرانجمون ثاني من الأكسسوار يلي بتحطهم والزينة تبعوله وإلا الورود ورود حمراء بتقدر تكون موجودة بأي وقت من السنة نظرة سريعة على الأشياء يلي موجودة حوالينا عندي ورد أحمر عندي صنوبر يلي كمان عم نستعمله بهالأرقام يلي عم تمرق قدامنا على نشوف شو عملوا أطفال الـ SOS سوا أنا وياهم وقتها رحنا وصرناهم يلا